أعيش هنا زيديون الآن في جبل سنجار. سيد الرئيس، نذبح تحت يافطة لا إله إلا الله. سيد الرئيس، لحد الآن 500 شاب ورجل يزيدي ذبحوا. السيدة النائبة، التزمي بالبيان الذي وافقت عليه. سيد الرئيس، نساؤنا تسبى وتباع في سوق الرق. رجاءً أخوان. سيدة النائبة، الآن هناك حملة إبادة جماعية على المكون اليزيدي. سيدة النائبة، نعم سيد الرئيس، أنا ملتزمة. رجاء السيد الرئيس، أهلي يذبحون كما ذبح كل العراقيين. ذبح الشيعة والسنة والمسيحيين والتركمان والشبك، واليوم يذبح اليزيديين. أخوان، نحن نريد بعيدا عن كل الخلافات السياسية، نريد تضامنا إنسانيا. أنا أتكلم هنا باسم الإنسانية. أنقذونا. 48 ساعة، 30,000 عائلة محصورة في جبل سنجار بدون ماء، بدون أكل، يموتون. 70 طفل لحد الآن ماتوا من العطش والاختناق. 50 شيخ مات من الوضع المتردي. نساؤنا تسبى كجرايا جاريات وتباع في سوق الرق. سيد الرئيس، نطالب البرلمان العراقي بالتدخل الفوري لإنقاذ هذه المذبحة. 72 حملة إبادة جماعية على اليزيديين، والآن تكرر في قرن 21. نذبح، نبيت، يباد دين كامل على وجه الأرض. أخوان، أنا أناشدكم باسم الإنسانية أن تنقذونا. سيد الرئيس، أريد. شكرا جزيلا جناب النائب. السيد عباس البياتي، نابي وابكي، نابي وابكي. شكرا. فيان 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 البعض منا أصبح مع الأسف حاضنا لهذه المجاميع، البعض منا أصبح اللسان الناطق للدفاع عن هؤلاء بحجة الثوار. على أنقاض الدولة التي نعرفها وعلى أنقاض كل منجزات الحضارة الإنسانية في عدة قرون، يقيمون دولة يرونها في خيالهم ويدركون ويروجون أنها المثل الأعلى للدولة. هذه الشهادة الصادمة التي استمعنا إليها للنائبة العراقية من الطائفة الأزيدية فيان دخيل، التي تشهد وتروي تفاصيل أصبحت متكررة في كافة وسائل الإعلام عما يمارس في دولة العراق: تهجير للمسيحيين ومصادرة لأموالهم، استهداف للطائفة الزيدية، مشاهد اليزيدية، مشاهد تداولتها وسائل الإعلام لنساء يسبين ويسقن كالرقيق الذي انتهى فعليا من التاريخ. دولة لا توجد إلا في هذا الخيال، هل لها ما تستند إليه؟ الداعشيون أو دولة الإسلامية داعش في العراق والشام ترى أنها تحقق دولة الخلافة، وأعلنت بالفعل عن هذه الدولة. ونفس الزعم والغاية والمثل الأعلى الذي تسعى إليه معظم الحركات الإسلامية على اختلافها من اليمين إلى اليسار، إقامة الخلافة. فما حقيقة هذه الفكرة في التاريخ الإسلامي وفي الفقه الإسلامي؟ هل وضع الإسلام نظاما إسلاميا للحكم علينا أن نسعى إليه؟ وهل ما استمعنا إليه يمثل الدولة في الإسلام؟ سؤال